شو اجيتوا؟ مو بالعاده بتيجوا اليوم بس مو مشكله. قصدي يعني انتوا بحياتكم ما اجيتوا بغير الموعد تبعكم، دائما بتجوا يوم الجمعه. نحن مو مشكله، على كل حال كثير منيح انكم اجيتوا لهون، يعني نحن هلا رح نبلش. بتمنى انتوا اثنين كزوج وزوجه تشاركونا وما تفوتوا عليكم هيك فرصه. بس نحن ما فينا نشارك سوا. بس ليش؟ الزوجين اللي بيبقوا مع بعض وبياكلوا من نفس الصحن التزامهم وحبهم بيستمروا وبيبقى مدى الحياة. لا مو هيك، نحن اتطلقنا من فترة وهذا الالتزام ما ضل إله مستقبل. لك شو عم تقولي انت؟ طلقتوا يعني عن جد؟ وانتوا الاثنين اتقابلتوا هون صدفة؟ والله ما بعرف شو مخبية الأيام الجاية لكل واحد فيكن. مازن شفت شو صار؟ شرفاني شكلها جنة، ما حكيت معنا ولا كلمة، فكرت رح تعصب منك أو على القليلة تكون متضايقة مني، بس هي ما حكت شي. هلأ برجع. شرفاني صدقيني يلي عم تفكري فيه، يلي عم تفكري فيه كله غلط بغلط. أنا بعرف شو عم تفكري أنتي، بس شرفاني لا كنت أنا بعرف إنه مازن جاي لهون ولا مازن بيعرف إني أنا كنت جاي لهون، كانت بس مجرد صدفة مو أكتر. ما حدا بيعرف الأيام شو مخبيت لنا. أنا من شوي كنت عم فكر بنفس الشي، كنت عم فكر شو قرر، كنت عم فكر كمان ليش وحدة مثلك بتخلق لي هيك حالات تأثر فيني وبسمح لها تشغل لي بالي. شرفاني انت ليكي جانا، انا بفهم سبب زيارتك انت ومازن لهون باليوم الرابع من الشهر، بس اليوم هو مو اليوم الرابع، بس ليكك هلا انت هون ومازن كمان، فهميني تفضلي. شرفاني انا قصدي انه ما كنت ابدا بعرف، بس انا هلا بعرف. ليكي شرفاني، هي تاني مرة انت بتفكري غلط. هالشي ممكن مازن، لما بتقول عني اني غلطانة فأنا أكيد لازم أكون غلطانة، بس امبارح بالليل على الساعة 11:30 اتصلت فيك جانا على التليفون، واليوم بلاقيكن هون سوا، انتو اثنين هون سوا، شو اسمه هاد؟ قلي، فيك تفسر لي شو بيعني هذا الشي مثلا؟ مازن، انت مفكر انه الاشي عم تهرب عمهلة من بين ايدينا؟ لك قديش لسه رح نضل عم نلعب طمامة ونتخبى من بعض؟ لازم ننهي القصة بمكان معين مو هيك؟ وبظن انه ما في مكان احسن من اللي نحن فيه لننهي كل شيء معلق بيناتنا. ليكي شرفاني انتي مازن، انت هلا كنت عم تقول بذات نفسك انه انتو مو زوج وزوجه مو هيك؟ هذا الشيء منيح رح حاول سايرك فيه. طيب ماشي، بس انا لصدق هذا الشيء بدي منك دليل تثبت فيه هالكلام. بس شرفاني نحن اتطلقنا ومشي الحال. الطلاق خلاكم تنفصلوا جسديا جانا، مو عاطفيا. وانا اللي بدي اياه انكم تنفصلوا عن بعض عاطفيا مو بس جسديا. لازم انتوا اثنين تطلعوا من حياة بعض بشكل كامل ونهائي. وهذا الشيء ممكن يصير، بس لما انا بتزوج مازن وبرتبط فيه. مشان هيك اليوم بالذات هلا فورا انا ومازن لازم نتزوج وينتهي كل شيء. أنا بدي أتزوجه قدام كل الناس والكل يعرف بهذا الارتباط.
يا جانا، انت بالذات رح تكوني الشخص اللي بيربط عقد زواجنا. بس هذا الشيء اذا بيصير هو اللي بيخليني اتاكد انه انتوا اثنين عن جد انفصلتوا عن بعضكم نهائيا. مازن، نحن رح نتزوج قدام الناس كلها بهالكم يوم الجايين، بس انا بدي الزواج يتم اليوم قدام كل الناس مشان انهي هالتوتر. بدي ينتهي على طول، ما في مشاكل بعد هلا. خدي جانا، يلا اربطي عقد زواجنا. شو اللي صار لك جانا؟ ليش ساكتة؟ انتي وافقتي تسلميني مازن وتتركيه مو؟ لكن ليش عم تترددي هلا؟ يلا يلا اربطي لنا عقد الزواج. انت دائما كنتي متعوده تتباهي مو هيك؟ شو صار هلا جانا؟ انت بشو عم تفكري؟ يلا اربطي عقد الزواج. قولي شو صار لك، ما عم تسمعيني؟ يعني اربطي عقد زواجنا فورا، اربطيه قدام كل الناس. هلأ ما عاد حدا بيقدر يوقف زواجي من مازن لو شو ما صار، بما فيهم انت جانا. يلا نمشي مازن. شرفاني، 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 شو صار لك شرفاني؟ لك شو بها شرفاني، شو صاير لها؟ هي قالت لي انه بدها تروح لعند ابوها وانت على اساس رايح تصلي، وشو هي كمان؟ شو اللي جابها لهون هلا؟ ماما خليني اطلع لفوق بالاول، وانا حكيت مع الدكتورة. يلا يلا ابني يلا امشي. وقفي. اوعك تفوتي. Thank you.
ما في شي بخوف وضعها منيح، هذا كله بس إرهاق بسبب التوتر. أنا قلت لكم إنه هي لازم ترتاح، ترتاح بكل الوسائل سواء النفسية أو الجسدية حتى. لازم تحاولوا ما تخلوا أي شي يتعبها، ممكن هذا الشي يأثر سلباً على صحتها أو على صحة ابنها. ليكو، هلأ هي صارت بالشهر الثامن، وهذا أهم شهر بالحمل وهو الشهر الحاسم. أنتوا عطوها دواها ولازم يكون بوقته، وأنا رح أبقى مرة عليها الأسبوع الجاي وأطمن. شكراً. قلي لأشوف كيف صار هالشي هاد؟ ماما أنا رحت لصلي وبالصدفة شفت جانا على الطريق. أنا قلت لك من قبل يا مازن إنه ما تقابل جانا أبداً. لما أنتوا الاثنين اتطلقتوا يعني أنتوا انفصلتوا، معناتها ليش لحتى تشوفها؟ شو كانت الضرورة لهالشي؟ ماما قلت لك إني شفتها بالصدفة مو أكتر. أنا ماني مصدقتك، أنت عم تكذب. حتى بعد ما صار الطلاق بيناتكم أنا شفتك عم تحكي معها على التليفون أكتر من مرة واحدة. قلي صحيح هالشي ولا لا؟ ورغم إنك دايماً مع شرفاني بس أنت بعيد عنا يا ابني. أنت ما بدك تجرحها، بس برأيك بتصرفاتك هي ما رح تحسسها بقلة الأمان معك؟ اسمع، هي مرة وضعيفة ومو هي اللي عم تغلط معك يا ابني، أنت الغلطان. عم تفهم علي؟ تعي، امشي. ليش هيك عم تعملي انتي؟ ليش عم تضلي تعملي مشاكل بين مازن وشرفاني؟ اي شي ممكن انه يصير لشرفاني او حتى لابنها لا سمح الله، اعرفي انه رح تكوني انتي المسؤولة وانا ما رح سامحك ابدا على هالشي هاد. لا ماما، انا صدقيني انا ما بتمنى انه شرفاني تكون. ما بتتمني مو هيك؟ قولي لي ما بتتمني، معناتها ليش لسه عم بتحافظي على علاقتك مع مازن؟ ليش بتضلي عم تتصلي فيه على التليفون؟ وليش بتضلي بتلاقي اعذار لحتى تشوفيه؟ مين هو بالنسبة إلك؟ قولي. فهمي انه مازن وشرفاني عن قريب رح يتجوزوا، فهمي هالشي منيح، وانا ما بدي اعمل مشاكل لحتى يصير هذا الزواج. بدي اخلص منك ومن قصصك. لك حلي. ليش ما عم تفهميني؟ شرفاني ما انا مثلك ابدا، هي ما بتقدر انه تتقبل صداقتك مع مازن بكل طيبة قلب. انتي مانك شرفاني كمان لحتى ما تفهمي علي. صح، شرفاني بنت كتير عادية وزوجة عادية، وهي ما بتقدر تتحمل انه زوجة يكون مع حدا تاني غيرها، وكمان لانك بتكوني المرأة يلي بتعرف انه زوجة بيحبها أكتر من اي حدا. أنا ماني عارفة أنا شو يلي مخليني أحكي معك هالحكي وأشرح لك وفهمك. أنا بعرف ومتأكدة إنه أنت بتقدري تفهمي الأمور منيح، هي عادتك من زمان لتعطي الفرح وبعدين الحزن، بس ما بدي إياكي تعملي هالشي معه. إذا بتحبي مازن عن جد بدي إياكي تعطيني إثبات، اثبتي لي تقطعي علاقتك معه وما تشوفيه أبداً، وكمان ممنوع انك تحضري عرس مازن وشرفاني، والا وحياة الله. لا تحلفي بشي، لا تحلفي بشي. معناتها انت ناوية انك تجي؟ لا ماما، انا ما رح اجي، بوعدك اني ما رح اجي ولا رح احضر العرس. بس لا تحلفي بشي ماما، بلكي شي مرة انا ومازن التقينا ببعض بالصدفة، أنا يلي ما بدي إياه إنه ينكسر حلفانك. أمي عن جد أنتي كتير لطيفة، أنتي بتخافي على كل الناس، أنتي ماما بتهتمي بالكل. أنا رح أدعي ربنا يقويكي من قلبي وإنه تكوني دايماً قوية. بنتي الصراحة الواحد لازم يتعلم منك كيف الواحد يحكي بلطف. وبعدين انت كيف بعد الفرح بتقدري تعطي الحزن بهالطريقة؟ لازم تروحي من هون بسرعة قبل ما افقد اعصابي وبلش جن هلا. روحي، بدي اياكي تروحي وما بقى تجي لهون ابدا.
ربي يا ربي. سوشنا هذا طلب زواج كتير لطيف. ايه بس عائلة مارفاري يعني شو بيفرقوا عن غيرهم؟ إذا الولد كتير لطيف وكمان متعلم وإذا بيكسب منيح كمان وشكله ظريف، فشو الغلط إذا شفتوه مرة واحدة على القليلة؟ وهن مو كتير بدققوا على موضوع الشكل والشخصية وهذا الحكي، هن بدهم كنة بسيطة وبيتوتية ومثقفة، ست بيت يعني. طيب من وين عرفتي هالشي؟ عندي واحدة من رفقاتي بتدير مكتبة بيهتم بتقديم خدمات الزواج، وهي يلي قالت لي واقترحت علي هذا الشيء. وأنا بصراحة يعني حبيت الاقتراح، ولهيك فكرت إني أحكي معك. إذا أنتي مهتمة بالموضوع بحكي لك معهن. إيه مرت أخي، بس أنتي قلتي إنه هنن كتير أغنياء، طيب ليش عم يختاروا إنهن يناسبوا عيلة وضع وسط؟ يا أخي ليش نحنا من هلأ بدنا نفكر بهيك شيء ونوجع راسنا؟ خلينا نشوفهم مرة واحدة ومنشوف شو بدهم يقولوا وشو هي طلباتهم. إذا فينا نلبيها ماشي الحال، وإذا ما فينا ببساطة منقلهم لا. بس يلي بعرفه عنهم إنه هني ما عندهم طلبات معينة نهائيا، بس يلي بعرفه إن الشاب هو كان حابب يقابلها بالأول، يعني يقابل البنت قبل ما أنتوا تلتقوا فيه. أنا ما عندي مشكلة بشوفه. خلص كتير منيح هالشي، معناها أنا رح شوف رفيقتي وحدد موعد معهم منشان يجوا تلتقوا ومنشوف شو رح يصير. بالإذن. جانو؟ شو صاير جانو؟ ليش هيك مبينة مزعوجة؟ لا ماما، بس أنا تعبانة شوي لهيك. مازن؟ ليش واقف برا؟ فوت لجوا. لا ماما منيح هون، أنا بدي أحكي مع جانا شوي. طيب دقيقة رح ناديلها. جانا بالواقع إنه أنت كمل حكيك معه، أنا عندي شغل كتير لسه جوا، هلأ برجع. مازن أنا بعرف ليش إجيت، وما بعتقد إنه عليك تيجي تعتذر نيابة عن أمك، ما في داعي لهالشي. بالحقيقة كل شي قالته أمك كان صح، لما كانت عم تقلي هالحكي أنا كمان كنت حاسة بالغضب، بس مو منها، من حالي أنا. إيه مازن، هذا الوقت نحن فعلاً لازم ننفصل عن بعض كلياً، لأنه في بنت جديدة دخلت حياتك، وهي البنت هي اللي رح تكون مرتك، ورح يكون كتير غلط إنك تتوقع من شرفاني تتقبل علاقتنا بقلب مفتوح وما تتضايق، لأني قبل ما أكون صديقتك أنا كنت مرتك، لا تنسى. ونحن مازن عملنا كل هالشي مشان شرفاني، مشان نعطيها حياة سعيدة. الوقت اللي عم نحكي ونتقابل فيه هذا من حقها هي، بهذا الوقت يلي نحن عم نكون فيه مع بعض هي محرومة منك فيه. أنا عم حس إنه عم نخون شرفاني، وأنا ما فيني أتحمل هالذنب، أنا ما فيني أتحمل ذنب خيانة حدا، ما بقدر أعمل هالشي، وأنت كمان ما فيك تعمل هيك. الناس عم بيقولوا إنه نحن قدمنا تضحية كبيرة، وإذا نحن عن جد قدمنا مثل ما عم بيقولوا معناتها نحن لازم نحترم هالتضحية، وما فينا نخلي هالتضحية الكبيرة تبعنا إنها تروح على الفاضي. مازن أنا معك، نحن ما فينا نمحي مشاعرنا تجاه بعضنا ولا فينا نخليها تختفي، بس فينا أكيد ما نخليها تظهر للناس ولا حتى تظهر تجاه بعضنا. مشان هيك من هلأ وطالع نحن لازم ما نلتقي ولا نحكي مع بعض. جانا أنا إيه مازن، أنا دايماً كنت أسمع كلمتك،
بس هالمرة أنت يلي لازم تسمعني. تارون؟ أهلين مازن، شبها شو صار لرجلك؟ لك فيها شيء؟ ولا شيء، جرحت بس. قلي، أنا رحت على بيتك كنت بدي شوفك، وهنيك عرفت إنه مرت أخي وخالتي مرة تانية، يعني أدرك للمرة التانية عم يلعب لعبة مو عادلة. لما خالتك ما حبتها لمرتك كان عندك مشاكل كمان وقتها، واليوم لما خالتي حبتها ومشي الحال ضل في عندك مشاكل بحياتك. بس انت ولا يهمك، لا تقلق، رح يكون كل شيء منيح. شو يلي رح يكون منيح؟ انا ما عندي ولا مشكلة، فشو يلي رح يكون منيح؟ مازن انت ما في داعي تشرح لي، انا هلا مو بحاجة تواسيني. شو ما عم بيصير بحياتي انا اللي اخترته بإرادتي، انا ما بندم على شيء، بالنهاية هذا قراري انا. كان قراري اني انا طلق جهنا، وانا يلي اخذت هذا القرار من 6 شهور كمان، وعملوا من هالقضية قضية. أنا مالي ضعيف أبداً. تارون أنا ما بدي أكون ضعيف. أنا جاهز لأي نتيجة رح أوصل لها من بعد هذا القرار. وشو هالغلطة تبعي يعني؟ شو هي؟ أنا عملت كل شيء مشان عائلتي. أنا رح ضل أعملهن. اسمعني كثير منيح. أنا مالي ضعيف أبداً، ولا حتى في دموع بعيوني. فأنت على شو جاي تمسح لي عيوني؟ أنا مالي محتاج مواساتك. مشان الله روح من هون، روح يلا. تارون، عن جد أنا ما بعرف شو عم ساوي، بس رجاك سامحني. أنا بقدر أفهمك مازن، أنا فيني أفهم شو عم تشعر. أنا عن جد ما تضايقت منك، أنا حسيت بصراحة، حسيت بشي منيح إنه فشيت خلقك فيني وشاركتني حزنك مازن. ونحنا منفرغ غضبنا على أشخاص منعتبرهم قراب من قلوبنا. أنا أجيت بس مشان أقول لك شي، وهلأ ما بعرف إذا لازم إلك، بس هو شيء كتير ضروري إنك تعرفه مازن. شو هالشي؟ نحنا خسرنا قضية الكراج مازن، وما بعتقد إنه نحنا فينا نقدر نرجعه مرة تانية. ما راح يطلع بإيدنا إنه نرجع الكراج. ليك مازن، بدي اياك تقوي حالك. شو يلي رح يصير هلا؟ شو 150,000؟ كيف؟ مازن اسمعني بس شوي، ليش ما بتقابل مرة تانية الزلمة اللي تدينت منه المصاري؟ قل له بدنا شوية وقت، ونحن أكيد رح نعمل شي بهالوقت، رح نلاقي حل، كل شي رح يكون منيح، بس وثاق فيني. ماما، كل شي صار واضح هلا. انت بتعرفي انه فارشا هلا بريئة، بس انت قليلي يعني ليش هالجو بالبيت؟
ليش الجو بالبيت مانو طبيعي؟ انتي وفارشا و... دقيقة ساتيش، انت عم تسأل هالسؤال للشخص الغلط. انت لازم تسأل هالسؤال لمرتك مو لي انا. انت بتعرف اني اعتذرت منها من زمان، بس فارشا بلا اي سبب عم تكبر القصة وما عم تهدأ ابدا. بس الاعتذار لحاله ما بيكفي ولا بيعمل اي شيء. انت بتعرفي كيف طبيعة فارشا، الطريقة يلي اتهمتيها فيها كانت كتير سيئة، وهالشي كتير كتير جرحها. أنا مو متوقع منها أنها تبادر بشي. آه ماما، أنا بدي إياكي يعني تحاولي مرة تانية معها. ليك ساتيش، أنا من جهتي عملت يلي علي، ما بقى رح أعمل أي شي بخص هالموضوع. أنا مشان فارشا أكيد ما رح أتنازل وأخسر احترامي مشان حضرة جنابة ترضى. ماشي، أنا معك إني غلطت بحق فارشا، ما عم أنكر هذا الشي، بس فارشا هلأ عم تعيد الغلطة بالشي اللي عم تعمله، وإنت لازم تفهم الشي منيح. انتبهي على كلامك معه. ها أساساً أنا ما بعرف هو ليش بده يقابلك، يعني ما بعرف شو الشي اللي بده يقوله قدامك. ليكي إذا في شي ما حاببتي فيه بس قومي وتاعي على البيت، لا تتخانقي معه. ها ماما لا تقلقي علي، خلص. ايه بعرف، بس سوشنا هذا الوقت هلأ تغير. بهالأيام هالولاد ما ضلوا يعتمدوا على اختيارات أهلهم، هنن بيحاولوا يتعرفوا على بعضهم، بيحاولوا يفهموا بعضهم وبعدين بيكملوا حياتهم. شان هيك انتي ما عليكي، ما في داعي أبدا انك تقلقي. روحي بنتي، يلا روحي بقى. شكرا بابا. أنا رايحة ماما، باي جانا. باي. إذا خطبة فايشة وزبطت يعني رح يكون في عنا شغل كتير بهالفترة. أمي ها؟ قبل هالشي لسه في عنا مناسبة. شو هي؟ شو هي بنتي؟ حفلة ولادة مرت أخي مانو، هي ماشية بشهر السابع هلأ، ما هيك؟ لك أنا كيف نسيت هذا الشي؟ مانو هار عمل لي شغلة، شف لي الروزنامة لو سمحت. شو أنسب تاريخ للحفلة؟ ليكو منيح بيكون بعد بكرة. لك شو؟ هي بس سوشنا كيف رح تلحقي تحضري؟ لا تشغل بالك أبداً بابا، كل شي تمام. ماشي، طيب أنا رح بلش أعمل القائمة. أي طيب. ماما بابا أنا ما بدي الحفلة مشان الولاد، نحنا من غير شي في عنا مشاكل مادية، والاحتفال هاد رح يكلفنا مصاري كتير، وأنا ما بدي هذا الشيء. بترجاكي ما في داعي تحضري لشيء. مانو أنت كنت هذا البيت، وأنت بتعرفي كتير منيح أنه بالنسبة إلنا مو المصاري المهمة، مساعدتنا هي المهمة. مشان هيك حفلة الولادة أكيد رح تصير. فارشا فيني اتوقع منك شي عم تفكري فيه؟ بخصوص شو؟ انت بتعرفي فارشا ليكي ماما قبلت واعترفت بغلطة، حتى ان اعتذرت منك. شو متوقع لسه منا يعني؟ انا فكرت انه بعد الفضيحة اللي صارت مع صهري آشوين فالسلام رح يرجع على بيتنا، بس عم شوف انه الوضع لسه عم بيصير اسوأ يوم بعد يوم. بس انتي فيكي ترجعي؟ انا عم حاول اعمل كل جهدي، بس القصة مو سهلة، لاني امتى ما بغمض عيوني كل شي بيظهر قدام عيوني، مثل يلي عم يحضر فيلم او مسرحية وبتذكر اتهام امك الي وقت القصة، وما بكون حسنان افكر بشي غير هالشي هاد. ما بتقدري تفكري او انتي يلي ما بدك تفكري؟ لا ماما أنا ساتيش، هي مو أنت، هذا غرورك يلي عم يحكي فارشا.
لا ماما، هذا مو غروري، هذا احترامي لذاتي. الخط الفاصل بين الكبرياء والتكبر هو بالعادة بيكون كتير رفيع، بس انتي بتكبرك اللي عم تقولي. اي تكبر يلي انتي عم تحكي عنه؟ انتي ما عم تفكري فيني انه انتي كيف انا اجيت لعندك واعتذرت منك كمان. قولي لي شو لسه اعمل؟ بدك وطي لعند رجلاكي واطلب منك تسامحيني؟ ماما بس لهون وبيكفي، بدل ما تتخانقوا هيك مع بعضكم يا ريت تقعدوا وتحكوا، بلكي بيرجع الهدوء على هالبيت. سيد درويش، انت مازن؟ اركب. بعتذر منك، انا تاخرت شوي. ايه مشي الحال، فينا نحكي بالشغل؟ اكيد. من شهرين انت ادينت 300,000 روبية من بابا، اللي امتى رح تقدر ترجع هالمبلغ؟ ليك انا في عندي مشكلة هلا، كان عندي كراج بس البلدية خالفتني وسكرت لي اياه. حاولت كل جهدي بس خسرت الكراج كمان. بس انت لا تقلق، انا رح رجع المصاري، بدي تمدد لي الوقت شوي اذا امكن، مهل لي كم يوم زيادة. مازن انا ما كتير بآمن انه الوقت بيحل المشاكل. ايه بس انا ما فيني ارفض طلبك، انت رح تصير صهره لعمي جيريش، ومشان هيك رح اعطيك مهلة صغيرة. شكرا شكرا. مازن تعرف شو هي ميزتك الثانية عندي؟ كرامتك يا مازن. انت كان فيك تطلب المصاري من العم جيريش وترجع لي اياه، بس انت ما عملت هيك لانه انت بدك تحل هالمشكلة على الطريقة تبعك، وانا شخص بيوثق بالناس اللي هيك، اللي عندهم ثقة بحالهم. ماشي. ألو. مرحبا، أنا فايشاليا. أنت وصلت ولا شو؟ وين صرت يعني؟ أنا على الطاولة من جهة اليسار لابس سماوي. سمعتك بس قصداً ما حكيت، لأنه أنا كان بدي شوف مستوى غبائك وكيف رح توقعي. إذا كنتي حابة تركبي مثل هيك سيارات غالية روحي اشتغلي وحسني وضعك. أنت؟ أنت فايشاليا؟ إيه أنا. تفضلي. أنا بعرف إنه أنت أكيد هلأ مو مبسوطة بشوفتي، بس يعني بما أنك إجيتي ووصلتي خلينا نقعد شوي. أطلب لك شيء؟ تفضلي اطلبي اللي بدك اياه. ليكي انا مالي اسف ابدا عالشي اللي صار هداك اليوم، لاني ما بعتبر اني كنت غلطان. غلطتي الوحيده كانت اني بهداك اليوم كنت كتير لئيم معك، بس عن جد مو بايدي، لأني أنا هيك طبيعتي، أنا ما فيني سيطر على انفعالاتي وأقدر أكبتها، أنا بحكي كل شي بحسه.
أنا في عندي شوية أسئلة. أول سؤال، أنت قبل ما تجي على بيتنا مشان تشوف أهلي، ليش طلبت إنه تشوفني لحالي؟ وسؤال تاني كمان، أنت حدا غني ومعك مصاري كتير، طيب ليش بدك تتزوج من بنت هي وعائلتها من الطبقة الوسطى؟ خليني جاوب على سؤالك التاني بالأول. رغباتي مانا مهمة أبداً بهي القضية. أهلي بدونياني إني اتزوج من بنت بسيطة بدون ما أنظر لحالتها المادية. بالواقع بحس حالي في عندي خلل بحظي. خلل؟ مرة في حكيم قال لي إني ما فيني يكون عندي أبداً حياة زوجية سعيدة، وإني رح واجه كتير مشاكل. فوق هاد كله طبيعي، شوفي قديش نسمين. ونظراً للأسباب هاي، ولا بنت من مجتمعنا جاهزة تتزوجني وتشاركني حياتي. بس هذا الشيء بصراحة ما بيعمل أي فرق، لأني أنا هيك، هذا أنا. وبخصوص موضوع الحظ، أنا أساساً ما بآمن فيه، بس أنا بصدق إنه البنت اللي رح تتزوجني لازم تعرف هالشي، مو لازم خبي عليها أي شيء، مشان بعد الزواج ما تحس إنها انغشت بشي. بس دقيقة، شكراً. هي إلك. خمس روبيات مو مبلغ صغير، إذا بتجمع خمس روبيات ألف مرة بتكون جمعت 5000. هالخمسة بتغير حياة ناس وبتعمل لهم شغل جديد. بشو عم تفكري؟ أوه، أنا كنت عم أتخانق مع البياع مشان 5 روبيات وعملنا ضجة بالشارع. أنت عم تفكري هلأ ليش عطيته للجرسون؟ هيك عم تفكري مو؟ أنا بآمن إنه الواحد لازم ياخد اللي بيستاهله، وبآمن كمان إنه الروبية الوحدة مثل 100 روبية. هي أصول الحياة. بستأذن، أنا بدي أمشي. انبسطت فيك، كنت شخص صريح كتير معي. أنت شخص كتير ذكي بالحقيقة، وفي بداخلك إنسان كتير طيب. بس أنا لسه بعتقد إني ممكن ما أكون الشريكة الصح لإلك. كيف قلتي هيك؟ مو لسه بكير؟ أنا أساساً لسه ما صرت شريك حياتك. بس ممكن بعد الزواج أنت يمكن يعني تشوفي فيني كل شيء بتحلمي إنه يكون موجود بزوجك. بس لسه أنا ما بعتقد إنه أنت الشخص يلي أنا بتمناه. ماشي، أنت مانك أول بنت بتقلي هالشي، وكتار اللي رفضوني حتى من أيام زمان. إيه بس أنا حبيت صراحتك وجرأتك بالطريقة اللي جاوبتي فيها. منيح، البنات يلي قبل كمان رفضوني بس من ورا ظهري، أنت هلأ رفضتيني بوشي، حبيت هالشي. طيب أنا في عندي اجتماع مهم، رح استأذن. إيه يلا جاي على الاجتماع. فينود، انت وصيت شي على ورد؟ ايه، اتصلت فيه من امبارح التليفون ماما، بس لسه بدنا مصور مو هيك ماما؟ ايه ماشي، انا رح اتصل برامي. ماشي، اخر مره صوره كانوا حلوين ماما. ماما بتعرفي شو؟ هلا كنت عم احكي مع مدير المدرسه وقال لي انه الفحوصات بعد شهرين، يعني فيني ارجع مره ثانيه على المدرسه وفيني اقدم الفحوصات كانه ما راح علي شيء. صحيح، كثير منيح بنتي هذا الشيء. إيه؟ هالشيء بيعني انه السنه ما راحت عليكي يا بنتي، وانت رح تنجحي للصف العاشر. كثير حلو،
عن جد صدقيني بنتي، أنا من سنين طويلة كنت عم أحلم بهذا الشيء إنه يصير، وهلأ هالشيء صار ورح يتحقق. لك فيشاليا إجت. فيشو؟ كيف لقيتي الشاب بنتي؟ قعدتي أنت وياه؟ إيه. وشو قال لك يعني؟ ماما، الشاب في عنده كتير تعارضات ببره، ومشان هيك ولا بنت من مجتمعه رضيت إنها ترتبط فيه وتتزوجه. ماما هذا السبب يلي شفتي؟ مشان هيك استغربت، ليش شاب غني مثله بده يتزوج من بنت من طبقة عادية؟ ليش ليه يعمل هيك؟ فيشو؟ بنتي بس مين يلي خبرك هالشي ومين قالك يعني؟ بابا، هو يلي خبرني هالشي بنفسه، هو قال إنه من الأحسن للكل إنه يكون كل شي واضح يعني قبل الزواج. برافو، على القليلة كان جريء، يعني عنده الجرأة إنه يحكي الحقيقة وما يخبيها، وإلا البنات ممكن إنه ينخدعوا فيه وما يعرفوا هالشي من أساسه. انسيلي هالشي وقولي لي شغلة واحدة، هلأ الشاب كيف لقيتي؟ بس ممكن بعد الزواج انت يمكن يعني تشوفي فيني كل شيء بتحلمي انه يكون موجود بزوجك. كان منيح، ما في شيء مميز. أربعين مانوها؟ الأولاد رح يعملوا هالشغلات هي، في شوية شغلات اتنين بدهم يعملوها. بس شو هن هالشغلات يعني؟ وليش عامل حالك بريء؟ نحن لازم نعزم العالم على الحفلة. في كم عيلة لازم نعزمهم بنفسنا، نعزمهم بشكل شخصي يعني أنا وإنت. إيه إيه. ما في داعي أساساً إنه نعزم حدا. شو هاد؟ مانو؟ ماما، أنت بتعرفي إني ماني مستعدة لهي الحفلة ولا بشكل. إذا أنا عم وافق بس لأني شايفتك كتير مصرة عليها. مشان هيك أنا بدي أقلك شغلة مهمة، إذا أنت ما رح تعزمي ماما على الحفلة معناها أنت مانك محتاجة تعزمي ناس تانيين. وانت يلي قلتي اصلا انك عم تعملي هالحفله مشاني، مشان هيك فيكي تعزمي لي الماما. مانو، مانو بنتي، انا بوافق على كل طلباتك بس الصحيحه، بس هذا الشيء اساسا كيف فيكي تفكري فيه إنه نحن ممكن ما نعزم أمك على هيك حفلة؟ لحد هلأ أمك عملت كتير شغلات غلط بحقنا، ومن حقنا كان إنه نقطع العلاقة اللي بتوصلنا فيها. هي يلي دمرت حياة بنتي جانا ونحن لساتنا ساكتين بس لأنه نحن منعرف إنه بنتها بتكون كنتنا، مشان هيك عزرناها وسامحناها على أغلاط ما حدا بيسامح فيها. نحن احترمناها أكتر ما هي بتستحق، بس انتي لا تقلقي، خليكي مطمنة، نحن اليوم أكيد رايحين نعزمها لأمك وبكل احترام. ماشي، بس إذا انتي رح تعزمي ماما على الحفلة معناها ما في حاجة تعزمي أمه لمازن، لأنه ماما ما رح تحب هالشي أبداً. ما بظن إنه هذا الشيء كتير ضروري أو اهتم فيه أو اهتم بأمك شو يلي بتحبه، لأنه ببساطة هذا بيتي أنا يلي بقرر مين يلي رح يجي ومين لا، هذا بيتي لأنه. وإذا هالشي كان بيتعلق بأمه لمازن فأنا أكيد رح أعزمها لعندي. إيه صحيح إنه مازن وجانا اتطلقوا وانفصلوا عن بعضهم، بس هديك العيلة لسه لهلأ بعدها بتعني لنا كتير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.